في سياق موازٍ، المعارضون السوريون من الطائفة العلوية عقدوا المؤتمر التأسيسي الأول لتيار غد سوريا بحضور أبرز قيادات المعارضة السورية ورموز من مختلف مكونات الشعب السوري. وبحسب منظمي المؤتمر فإن التيار يعد أول تمثيل سياسي للمعارضة السورية من الطائفة العلوية، وهو مفتوح لكافة مكونات المجتمع السوري ويسعى لتفكيك البنية الحاضنة لنظام الأسد. وللمزيد ينضم إلينا من اسطنبول السيد فؤاد حميرة، أمين عام تيار غد سوريا المعارض. فؤاد مساء الخير. نور، أهلا وسهلا. كان في تجمعات سابقة ومحاولات لتشكيل تجمعات معارضة سابقة من السوريين من أبناء الطائفة العلوية في مصر وأيضا في تركيا، برأيك ما الذي اختلف اليوم؟ تيار غد سوريا بماذا يختلف عن تلك التجمعات؟ الخلاف كبير. أولا، كل التجمعات السابقة لم يتمخض عنها أي جسد سياسي. هذا المؤتمر وأساسا ليس تجميعا للمعارضين العلويين من أجل مناقشة أوضاع في سوريا، وإنما للخروج بجسد سياسي أسميناه تيار غد سوريا، وهو أول تمثيل سياسي للطائفة العلوية بعيدا عن آل الأسد. نعم. طيب الجديد ايضا الافكار مطروحه، يعني الاهداف التي يسعى التيار لتحقيقها وتنفيذها على الارض. نعم. طيب اليوم الحضور الذي كان في المؤتمر او اعضاء يعني هذا التجمع او التيار ان صح التعبير فؤاد، هل تعتقد انه من الوزن الذي يمكن ان يؤثر فعلا في ما يقال انه حاضنه للنظام في المناطق التي يسكنها السوريون من ابناء الطائفه العلويه؟ سيدي، اولا الافكار هي التي تؤثر وليست الشخصيات والاوزان، الافكار هي صاحبه الوزن، هذا اولا. ثانيا، كل شيء قابل للتجريب على الارض، نحن لم نجرب بعد، لدينا مجموعات في الداخل تواصل معها ومجموعه اثناء الداخل ايضا حضرت المؤتمر. كل شيء قابل للتجريب، يعني العمل يحتاج دعم جميع السوريين، يعني جميع القوى السوريه في الثوره السوريه. هل هو تيار للمكون السوري من ابناء الطائفه العلويه ام هو تيار لكل المكونات اذا فؤاد؟ لا، هو خطاب تيار لكل السوريين ومفتوح على كل السوريين، وان كان الذين دعوا اليه من الطائفه العلويه، ولكن التيار مفتوح للجميع. والبيان الصادر، بيان تاسيس صادر عن التيار اجتماعي اليوم الثاني والاخير، واضح هذا الشيء، التيار مفتوح للجميع. نعم. فؤاد حميرة أمين عام تيار غد سوريا المعارض حدثنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لكم.